العشرين، بما إنه نصف العشرين يساوي عشرة، ربع كم حيساوي؟ رح يساوي خمسة، لأن رح توزع عشرين إلى أربع مجموعات، في كل مجموعة رح يكون في عندك خمس دنانير، يعني أخذت أمل اللي هي خمس دنانير اللي هي نصيب مين؟ نصيب أمل. عند الأمامي ما تبقى من المبلغ، كم تبقى من المبلغ؟ بما إنه هنا عشرة وخمسة راحوا، كم رح يساوي؟ عندي 15، 15 رح يكون عندي هنا 20 ناقص 15 رح يساوي كم؟ رح يساوي 5 دنانير نصيب مين؟ أمان. تمام؟ طيب هلا هون رح نحكي لك هذا النصيب، عرفنا نصيب كل واحدة منهم، عرفنا نصيب كل واحدة منهم، هلا رح نحكي أتحقق. كيف نتحقق ذلك؟ دائما شو بنعمل؟ بنجمع الأجوبة اللي طلعت معنا، العشرة والخمسة والخمسة، يعني نحكي عشرة هي نصيب وفاء زائد نصيب أماني أمل اللي هي خمسة زائد نصيب أماني خمسة يساوي عشرة زائد خمسة يساوي 15 زائد خمسة يعني يساوي 20 دينار. هل مقارب لك كان 20 دينار ولا لا؟ صح، معناته حلنا صح. تمام؟ هيك رح نحل بهذه الطريقة. لازم احنا في المسائل نحلها بهذه الطريقة، ما بصير تحطوا يوصل الجواب لحاله. الكل انتبهت عليهم، اعطيتكم اجوبه، اعطيتكم اسئله، الكل حل بطريقه اللي هي من غير ما يحلهم بطريقه الترتيب هذا كامل. حطوا بس الجواب هذا من غير الجواب كامل، لازم تحلوا لي اياها بافهم واخطط وانفذ واتحقق كل شيء تحلوا لي اياه. طيب هلا عندنا السؤال، تبقى عندنا السؤال السادس. هلا عندنا السؤال السادس، بدي اياكم تركزوا معي شوي صغيره فيه، تمام؟ بدي احل لكم اياه بهذه الطريقه. هلا احنا بنمسح اللوحه هون، برجع احل لكم اياه. طيب هلا هون ما حطينا في السؤال، حاطين لك لوحه الكسور اللي هو بهذه الطريقه، ومقسمينه الى عشر أجزاء، في واحد هون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، تمام؟ مقسمين على هذه الأجزاء، عشر أجزاء مقسمين. وبحكي لك في اسمه، بحكي لك في السؤال إنه دفع هشام ثلاث أخماس دينار، ثلاث أخماس الدينار، ماشي؟ ثلاث أخماس الدينار ثمن اللي بعد لوازم المدرسية، اشترى أشياء في المدرسة زي القرطاسية وأشياء في المدرسة. ضل معه كم؟ بقي معه خمس الدينار، بقي كم بقي معه؟ هون اشترى ثلاث أخماس الدينار وبقي معه خمس واحد. بحكي لك كم تبقى من المبلغ، كم كان الآن، كم مبلغ كان في حوزته؟ بحكي لك كم المبلغ الذي كان بحوزته؟ بحوزته يعني شو؟ يعني كان معه كم كان معه من المبلغ؟ طيب هنا شو احنا عم نعمل؟ هي رح تكون عندنا، بما ان الارقام عندنا خمسة، رح يكون عندنا واحد على خمسة، واحد على خمسة، واحد على خمسة، واحد على خمسة، كله رح يكون كم؟ واحد على خمسة، تمام؟ بس هون شو حنعمل احنا؟ رح نقسم الخمستين هذول لجزئين، شو حنقسمهم لجزئين؟ يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نعمل الجزء كامل، هاي جزء وهي جزء، ليش؟ عشان نطرح هلا الرقمين. هلا هو بحكي لك كان معاه رقم، حلو السؤال، كان معاه رقم عدد خمسة ناقص
اللي هو اشترى كم اشترى هو؟ اشترى ثلاث أخماس، اشترى بثلاث أخماس. كم ضل معي؟ كم ضل معه هو؟ ضل معه واحد على خمسة. كم ضل معه؟ واحد على خمسة. بدنا نعرف كم كان معه أصلاً، كم كان معه أصلاً. هلا هو رح نحكي شو؟ هاي رح تكون الأولى وهاي رح تكون الثانية. الثانية كم رح نحكي ضلنا منها؟ رح نضل منها اللي هي ثلاث. تمام؟ ضلناها بهاي الطريقة ثلاث. وتبقى معه واحد. هلا هون رح نجمع طريقة الجمع اللي هون، رح نجمعها مع بعض. كم حيصير عندنا؟ أربعة. لأنه أربعة ناقص ثلاث يساوي واحد. يعني هون رح تكون أربعة. فرح يكون عندنا جواب أربعة على خمسة. طيب هون شو نعمل إحنا؟ بما إنه أربعة على خمسة رح نضلل نشوف يعني هون نضلل كامل. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. تمام؟ ضلل واحد، ضل معه كم؟ هلا هو هون كان معه أصلاً أربعة. نقصنا من الأربعة هاي الكاملة، نقصناها كم؟ نقصنا منها ثلاث. كم ضل معه؟ ضل معه اللي هو واحد. أصلاً هاي الواحد الخمسة على واحد الخمسة أصلاً ما كانت معه، ما كانت معه. يعني هو كان معه بس أربع أخماس الدينار، كان معه أربع أخماس الدينار. نقصنا منهم كم؟ نقصنا منهم ثلاث، نقصنا منهم ثلاث أخماس. كم حضل معه؟ اللي هو واحد. كم حضل معه؟ واحد. اللي هو هذا الجواب. هيك إحنا حلناها بهذه الطريقة. اللي عنده حل ثاني بطريقة ثانية ممكن يبعث لي جواب الحل اللي هي هو، وانا بشوف اذا كان حلنا صح او لا. بس احنا هيك حلنا هذه الطريقه، وهذه الطريقه هي الصحيحه. ممكن يكون عندكم افكار ثانيه تحلوها بطريقه ثانيه برضه، بتكون مش غلط يعني، بتكون ممكن يعني تشوف افكار عندكم انتم. تمام، هيك احنا بنكون حلنا الحل. مراجعه الدرس كامل لهذا الكسور رح يكون ان شاء الله امتحانكم.